كوكو فاميلا، ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، وان شاء الله بصحة وصحة وعافية، واسمحوا لي على التأخير. اليوم جيت نشارك معكم تجربتي في بيلينغ. درت البيلينغ لان كتعرفوا دابا هذا هو الوقت ديال البيلينغ، و لان نورمالمون ما كيتاش بيلينغ في الصيف كتكون الشمس. سي دي كونساي باش كيدير الواحد البيلينغ، هذا هو الوقت دابايا باش الواحد كيدير بيلينغ. الوغ درت البيلينغ و بيلينغ نيو ميلان. هاد نيو ميلان احسن بيلينغ كاين دابا، اي سورتو كتعطيك ان تريتمون لو سوار كديريه في الدار. وانا دابا هادي اون سيمين ياك مشاو لي بدا كاينين واحد البلايص مشاو لي في الفيزاج ديالي، مشاو لي ليطاج وجهي بدا كيتطفى بشويه بشويه بشويه، لانك من بعد البيلين كيبدا كيتقشر. دابا بدا شويه ولكن ما نوريكمش دابا وجهي، الريزلت غنوريها لكم بعد 15 يوم ولا 20 يوم ان شاء الله، حتى كي يتحيد مني هذاك التقشر كله عاد غنبين لكم ان شاء الله الريزلت في وجهي. الوغ نبداو نهضروا شنو درت في الاول. دارت ليا البيلينغ سميتو نيو ميلان. هاد نيو ميلان جديد، هو شويه مجهد على لو فيزاج، ماشي كيحرقو منتي كتحسي براسك رانتي محروقه، لان كيبدا يحمر كيبدا كيتقشر، كي اللي كيبدا وجهو كيبان ليه في شكل كحل، كل واحد وكيفاش لابو ديالو كيفاش كت الرياجي. انا تقشرات لي بزاف ياك وتكمشات ليا وبقيت قادت تنهضر، ولكن عجبني الحال، الريزولتا عجبتني بزاف بزاف بزاف. من بعد ما كديري والو، من بعد يومين كتبداي ديري غير هاد لا كريم لوكا توب، مزيانه بزاف. اول حاجه كتبداي تغسلي خصك واحد شي حاجه سوغ غرا، هي اللي كان هذا، انا خديت هذا سكين جيل. ومن بعد كتبداي ديري هاد لا كريم، هاد لا كريم نيو ميلان، هذه هي ديال البيلينغ، تبع البيلينغ كتعطيه لك الديرماتو، كديريها في الليل لو سوار، ولكن راه غاليه ولكن راه سي ايفيكاس 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 بزاف. كديرها نهار ونهار لا، نهار ونهار لا، قالت لي بوندون 6 mois 6 mois، وانا خصني نتبع هاد لا غام. هادي ما كتتباعش في لا فارماسي وما كتتباعش في لي غران سيرفاس، هادي كت يا اما كتكومونديها من الانترنت يا اما من عندهم سور بلاص، كتصيفط ليهم لوكاليزاسيون و كيصيفطوها لك، مي كيصيفطوك حتى كتخلصيهم. هي دايره 102 اورو في الانترنت، وفي المغرب تقريبا 1800 درهم. هادي بوندون 6 mois نهار ونهار لا. وبزاف الناس كيقولوا بان البيلينغ نو سي دي كونساي بور لو فيزاج كيخسر الوجه وداكشي، نو با دي تو. انا دابا هادي سي جو بونس لا ثوازيام فوا انا كندير، درتو سي لا ثوازيام فوا انا كندير دابا البيلينغ. المره الاولى قشر لي وجهي ولكن ما حرقوا ليا، ما دار ليا حتى شي حاجه، يمكن كان خفيف ولكن نقص ليا شويه ديال ليطاج، ولكن عاود رجعوا. دابا كنحس بان هاد البيلينغ اللي درت ديال نيو ميلان وافق ليا وجهي، لان بانت لي الريزلت كان تحت عينيا كحلين بزاف، باينين هادوك لي طاش وبداو كيكبروا. الوغ في لا بروميير سيمين تحيدوا ليا لي طاش، الاخرين طفاو ما بقاوش باينين هادوك الكحوليه اللي كانت باينه، بداو كيتنقصوا الحمد لله. زعما انايا فرحانه بهاد لو برودوي ديال نيو ميلان. غتدخلوا للانترنيت وغتلقاوه وغتقراو عليه، كاين ديال اللي كتدير لك الديرماتو، وكاين اللي كتاخديه انت كديريه لوكال. فوالا هو هذا. ها
هذا احسن بيلينغ اللي كيدير، احسن بيلينغ جو بونس ميم بوغ لي بوتون، حتى هويا كيديرو باش كيحيد لي بوتون اي بوغ لاكني اوسي. هذا كيدير لو سوار، هذا انت كديريه عندك في الدار، كديريه نهار ونهار لا، ولكن خص الواحد ما يقطعوش، ماشي غديريه شهر وغتقطعيه، غادي يجيك غالي وغتقطعيه. نو سي فري بان هادشي سي با رامبورسابل، ولكن على قبل وجهك راه بيان سي خصك تخسري الفلوس، لان كنبقاو نخسرو 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 نخسرو، وتا حاجه ما شحال شرينا شرينا، ولكن انا دابا يا انا هذا وافق ليا زعما فريمون في اون سيمين بان ليا وجهي، بان ليا وجهي مزيان، عطاني ريزولتا، وان شاء الله في الفيديو الجاي غنوريكم وجهي وغنبان انايا، وان شاء الله تعجبكم الريزولتا على وجهي، غنبين لكم افون يا بري وغتشوفوا الفرق كبير 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 بزاف كبير بزاف. وعلى فكره لا فيتامين سي حيدات ليا، قالت لك اي حاجه فيها لا فيتامين سي ما تصلحش للفيزاج، باسكو كديريها ياك وكتخرجي للشمس واخا كديري ليكرون توتال كيكون ديجا الوجه محروق. جو بونس سا ميم لا فيتامين سي حتى هي خرجت لي، باسكو كنت كنديرها بزاف انا الفيتامين سي، كنديرها كندير بزاف لا فيتامين سي بوغ مون فيزاج يمكن. من اللي خرجت لي على وجهي يمكن لا فيتامين سي، حرقت وجهي بزاف. فوالا هذا هو لو برودوي اللي بغيت نقول لكم، ونقول لكم بان التقشير راه ماشي مضر للفيزاج، ولكن خصكم غير تعرفوا اين بينينغ اللي خصكم ديروه للفيزاج، يعني هذاك ما خصوش يكون هذاك اللي كيحرق بزاف حتى كيبان لك وجهك كله محروق، لا هذا تحرق لي بشويه بشويه، تقشر لي ماشي حتى تحرق لي، تقشر لي. وكاينين دي جون اللي كيتحرق ليهم، انا ما تحرقش ليا، تقشر ليا بلوتو، ولكن تكمش، هذا كيتسمى بانه بيلينغ مزيان، لانك كتحيد لك هذيك القشره وكتبدا لك قشره اخرى من جديد. فوالا ان شاء الله يعجبكم الفيديو، والى تتمه ان شاء الله ديال الفيديو المره الجايه من بعد 15 يوم.